السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة. طبعا المشكلة اللي أثيرت حوالين رياض محرز وعدم تسليمه على رئيس الوزراء المصري والضجة اللي اتخذت أكبر من حجمها، والكلام كمان إن عايزين يمنعوه من الدخول لمصر ورفعوا عليه قضية، كل الكلام ده وتصريحات جمال بالماضي قبليها بيومين بعد اللقب طبعا، وقال انا مش شايف المصريين كانوا بيشجعوني، لازم اروح لطبيب عيون، وطبعا الهجوم اللي حصل من المصريين، وطبعا الهجوم اللي حصل من الجزائريين، والكلام اللي اثير بعد مباراة النهائي والكلام ده كله طبعا هنتكلم فيه. بس قبل ما نتكلم فيه يا ريت تنزل شير للحلقة ولايك للحلقة، عايزين الحلقة دي للتوعية والله، يعني للجانبين، عايزين الجانبين يتفرجوا عليها، دي توعية للجانبين، ومش عايزين بعد الحاجات الحلوة اللي احنا وصلنا لها في بطولة افريقيا السنة دي ما بين الجزائر ومصر وبقية الدول العربية المغرب وتونس والاجواء الطيبة ما بين الشعوب، مش عايزين نوصل لنقطة الصفر ونرجع لنقطة الصفر من تاني بسبب شوية تفاهات حصلت ما بين الجانبين طبعا، والاعلام هنا والاعلام هنا والبيتجات هنا والبيتجات هنا، عايزين بيكبروا المواضيع وبينفخوا في النار من تاني طبعا، عايزين كل ده لا نمنعه، عايزين يبقى عندنا وعي اكبر من كده. هنتكلم في النقط اللي احنا سردناها في البداية، يلا بينا نخش على الحلقة. طبعا بداية انا كنت عملت حلقة طبعا واعترفت فيها ان ازمة 2010 كانت مصطنعة اياميها من الاعلام ومن اتحاد الكورة ومن نظام والكلام ده كله، وطبعا كلمت في الموضوع ده وقلت احنا وصلنا لنقطة جيدة طبعا في البطولة دي، وكان طبعا البطولة دي بالنسبة لنا حاجة كويسة ان الاشقاء ما بين مصر والاشقاء الجزائريين والاخوة اللي كانت باينة في البطولة من الشعب المصري والشعب الجزائري والشعب المغربي وشعب تونس، وان احنا فعلا البطولة دي مكسبها ان احنا رجعت الروح من تاني ما بين الدول العربية كويسة. طبعا طلع تصريح من جمال بالماضي بعد طبعا اخذ البطولة، بيسألوه انت المصريين وتشجيع المصريين ليك في المباراة النهائية، قال لهم انا مش شايف الكلام ده، انا ما شفتش، انا لازم اروح لطبيب عيون. اولا هو يعني جمال بالماضي ممكن يكون عنده حق في حاجة وانا يعني بعيب عليه في حاجة تانية، هو طبعا زي ما قلت ان الامن ما قعدش المصريين مع الجزائريين، كان عندي ناس صحابي رايحين يشجعوا الجزائر وما قعدهمش طبعا مع الجزائريين تحسبا للمشاحنات اللي كانت موجودة يوم ماتش نيجيريا والجزائر، وان كان في يعني هتافات معادية ما بين الاثنين بعد جول نيجيريا طبعا، فالامن قال طيب انا مش هقعدهم مع بعض عشان تحسبا لاي حاجة ممكن تحصل، فمصريين اغلب المصريين كانوا قاعدين مع الجانب السنغالي، بس كان في زي ما قلت نسبة ليست بالقليلة كانت بتشجع الجزائر طبعا، وقلت كان في نسبة تانية بتشجع السنغال في المباراة النهائية بسبب طبعا الاحداث اللي كانت حصلت سنه 2010 ولسه في ترسبات ولسه في الكلام ده كله، فالحاجات دي كلها مش هتروح من يوم وليله. اللي بعيبه بقى على جمال بالماضي والكابتن جمال بالماضي اللي هو مفروض حتى يعني حتى لو انت مش شايف ممكن تطلع تقول يعني والله يعني كان في ناس بيشجعونا ويشكر الناس اللي شجعتنا وناس ما شجعتناش، دي حاجه يعني احنا مالناش يد فيها، اللي عايز يشجعنا زي انت ما قلت قبليها، اللي عايز يشجعنا مش هنكبر على حد، فكان ممكن كلمتين حلوين تخلي يعني احنا بنقرب من بعض، مش عايزين نبعد عن بعض، مش عايزين يبقى فيه دسيسة او مثلا كلام للقيل والقال والناس اللي عايزة توقع ما بيننا تمسكه وتشتغل عليه في الاعلام وفي القنوات وعايزين يوقعوا ما بين الجانبين، كان ممكن تتجنب النقطة دي. دي نقطة الكابتن جمال بالماضي، وسمعت كلام من قنوات على اليوتيوب انه طلع اعتذر وقال انا ما قصدتش الكلام ده بالمعنى الحرفي اللي اتصور بيه، طبعا انا مش متأكد من الاعتذار بس انا شفته على كذا قناة على اليوتيوب، برضو الكلام ده انا ما شفتوش في جريدة او حاجة موثوق منها عشان اقدر اجزم بالموضوع ده. نقفل نقطة كابتن جمال بالماضي ونتكلم بقى على نقطة محرز اللي خدت ضجة كبيرة قوي. رياض محرز هو بيستلم الكاس او قبل استلامه للكاس كان سلم على اللي موجودين فلورنتينو بيريز واحمد احمد ورئيس الجزائري اعتقد، واغفل السلام على رئيس الوزراء المصري. طبعا خدت ضجة برضو اكبر من حجمها زي ما قلت، في ناس عايزة بتدور على الوقيعة
في كل في الجانبين والله يعني، بس يعني هنقول في الجانب بتاعنا عشان ده رئيس الوزراء المصري، فاحنا يعني ناس كتيره طلعت، حتى المسؤول في المنتخب الجزائري قال يا جماعه هو طلع سلم علينا كلنا الاول وهو بيستلم الميداليه، وسلم على رئيس الوزراء المصري، وفي لقطه تسليم الكاس وسلم وراح عشان يستلم الكاس. ودي فعلا يعني حتى الفيديوهات دي منتشرة على اليوتيوب، الفيديو هو رايح بيسلم، نادوا عليه في الميكروفون الداخلي للاستاد، الصوت كان واضح يعني، رياض محرز، فراح راجع عشان يستلم الكاس. هو رياض محرز يعني ما يعرفش رئيس الوزراء المصري بشكل شخصي يعني عشان يعمل معاه كده، و طبعا تم استغلالها احسن استغلال من الجانبين في مصر، من الجانب اللي هو الاعلام المصري اللي موجود في مصر، تم استغلالها طبعا من الجانب الاخر الاعلام المعادي لدولة مصر، انه عامل كده قاصد والتانيين يقولوا قاصد. فرياض محرز اساسا ما يعرفش رئيس الوزراء المصري، ما يعرفش اساسا الرئيس السابق لمصر، ما يعرفش ايام حسني، فهو كده كده رياض اساسا قاعد فرنسا، وغير انه قاعد في فرنسا ودلوقتي في انجلترا بيلعب في انجلترا، لا يعرف ده ولا يعرف ده، وكل واحد واخد الموضوع من وجهة نظره الشخصية وبيتكلم عن الموضوع وكأنه انتصار لوجهة نظره الشخصية، مع ان رياض محرز مالوش دعوة بالموضوع ده اساسا ولا يمت ليه من صلة. احنا المفروض في حسن نية نتكلم بحسن نية ان رياض محرز فعلا ممكن ما يكونش خد باله، لان فعلا الفريق الجزائري كله بما فيهم جمال بالماضي سلم على رئيس الوزراء المصري، هو ما فيش بينه وبين رئيس الوزراء المصري اي ضغينة ولا اي مشكلة حصلت قبل كده، فايه اللي هيخليه يعني مش هيسلم عليه؟ دي نقطة. نقطة بقى الناس اللي هم بقى اللي عايزين يظهروا في الصورة او بياخدوا الشو، لا ده رياض محرز لازم نمنعه دخوله من مصر ونرفعه عليه قضية ان رياض محرز ما يخشش مصر تاني عشان ما سلمش على رئيس الوزراء المصري. اولا رياض محرز هو بيجيش مصر كتير، دي اولا. ثانيا يعني ايه القانون اللي بيقولك ترفع دعوة على حد عشان ما يخشش مصر عشان ما سلمش على رئيس الوزراء، مع ان في الكلام كله اغلب الكلام طلع قال انه سلم عليه ساعة الميداليات، ساعة ما رياض محرز استلم الميدالية سلم عليه، هو ما سلمش عليه بس قبل استلام الكاس، وهو مش مجبر يسلم عليه مرتين ثلاثة يعني، وحتى لو ما سلمش عليه وانا قلت هو ما يعرفش مين ده، يعني هو مش عارف مين ده، ولازم يبقى فيه حسن نية ان احنا نتكلم بحسن نية ان رياض محرز فعلا ما يعرفوش. لكن الهجمة دي ونرجع تاني لنقطة الصفر وتلاقي بيجات منزلة وازاي ده رئيس الوزراء المصري والحكاية والرواية ويشتم في الجزائريين والجزائريين يردوا، هنرجع لنقطة الصفر تاني في أزمة 2010. دي طبعا ملهاش لازمة، احنا بلدين يعني عربيتين، ما يعني في علاقات ما بيننا على مدار سنين، ليه الوقيعة وليه ان انا ممكن اطلع اعمل حلقة زي قنوات ونشتم في الجزائر وقنوات جزائريه تطلع تشتم فينا والحكايه والروايه وانت ازاي وانت بيك وعليك، يا جماعه ده في صالح مين؟ في صالح مين ان احنا نقع ما بيننا وبين بعض، نوقع ما بيننا وبين بعض تاني، نرجع لنقطه الصفر تاني، مين اللي هيستفاد؟ احنا في الاخر اخوه. والله انا اتفرجت على فيديو النهارده بقلب كده على الفيسبوك لقيت جزائريين منزلينه، وواحد جزائري بيقول يا جماعه ده صاحبي عمر المصري، ده هتلاقوه على الفيس، هتلاقوه منتشر على الفيس، عمر صاحبي مصري جاي يودعني، والله صاحبه المصري بيعيط وقال له ان شاء الله هنرجع تاني وهنزورك تاني وهنتقابل تاني. يعني حاجة شعور جميل ونبيل ان مصري بيعيط عشان صحابه اللي اتعرف عليهم في البطولة في مصر وصعبان عليه قوي فراقهم، هي دي الروح المفروض تبقى ما بيننا. وفي الكومنتات عايزين تخشوا عندي، خشوا عندي في الكومنتات كل الحلقات اللي عملتها عن المواضيع، ان احنا لازم نبقوا مترابطين ونبعد ونوعي الناس ان الكلام ده مش صح، مش المصريين في ناس عايزه تفرق وفي ناس عايزه تجمع والله، ولازم احنا نلعب على الحاجات الايجابيه، ما نجيش بقى ونتلكك لا يا سيدي بص بيعملوا ايه، لا بص مصر بتعمل ايه، لا بص الجزائر بتعمل ايه، يا جماعه مش كده، بص على الحاجات الايجابيه. فاستوقفني الفيديو ده وفعلا انا هي دي الروح الجميلة. وفي الكومنتات عندي هتلاقي الجزائريين بيقولوا على المصريين والمصريين بيقولوا على الجزائريين، مفيش اللي هو لا ولازم نعمل ونخلي، حتى وهم بيتكلموا على أزمة رياض محرز وانتوا بتتكلموا على رياض محرز بالشكل ده ومش عايزين نرجع لنقطة الصفر، والناس بعتت لي والله على في الكومنتات لازم تعمل حلقة عشان موضوع رياض محرز وجمال بالماضي، مش عايزين نرجع لنقطة الصفر تاني، احنا اخوة، احنا مصر والجزائر اخوة،
هنستفاد ايه لما نوقع بينا وبين بعض؟ هنستفاد ايه لما اطلع اعمل فيديو؟ انا ممكن اطلع اعمل فيديو وازاي جمال بالماضي يعمل كده، ده جمال بالماضي وي وي وي، ونطلع والجانب التاني يطلع الجزائريين يشتموا يعني. هنرجع ليه ليه؟ ايه الفايدة من كده؟ ايه الفايدة ان احنا يبقى ما بيننا وبين الجزائر عداوة، او ما بيننا وبين الدول العربية كلها عداوة؟ ليه؟ وفي ناس مستفادة، والله ناس مستفادة، يعني زي ما قلت الاعلام الجانب المصري في الاعلام المصري اللي هو في القنوات المحلية المصرية، وعندك قنوات كتيرة طلعوا اتكلموا عمالين والجزائر واللي بيعملوه ده ورئيس الوزراء. طلعت بقى القنوات المعادية اللي عندنا بره مصر اللي بتتكلم على مصر فرحانين طبعا، وهو ده رياض محرز، ورياض محرز عملها قاصد، ورياض محرز ما رضاش يسلم عليه، برافو يا رياض، وانت يا رياض، مع ان رياض ملوش علاقه والله العظيم رياض اساسا لا يعرف ده ولا يعرف ده. الراجل اساسا جاي يلعب بطوله مع منتخب بلده، هو ملوش دعوه بسياسه البلد. حافظ دراجي، يعني احنا اتفرجنا على حفيظ دراجي، وحفيظ دراجي كلامه كان عامل ازاي، وكان على راسنا، وتهاجم طبعا الكابتن حفيظ دراجي لما زار والدة محمد ابو تريكة، الكابتن محمد ابو تريكة اتهاجم. يا جماعة الراجل بيعمل حاجة هو حر فيها، ده صاحبه في قناة، يطلع يروح يزور والدته، ما يروحش يزور والدته، دي حاجة تخصه، لا اتشتم وتهان وي وي وي. وطلع قال يا جماعة برضه وجه رسالة للجماهير الموجودة، لازم تحترموا النظام المصري، لازم تحترموا الدولة المصرية، ولازم نبقى شكلنا حلو. وطلع شكر في مصر واستقبال والحفاوة من المصريين، وجزائريين كتير طلعوا اتكلموا عن الحفاوة اللي اتقابلوا بيها في مصر. دي الروح اللي احنا عايزينها. كان ممكن حفيظ الراجل يطلع يشتم، كان ممكن ايا كان بقى، ما هو كل فعل رد فعل، بس دي الروح اللي احنا عايزينها. نبص على الايجابيات ما نبصش على السلبيات، عايزين العلاقات ما بين مصر والجزائر تفضل كويسة، وبين مصر واي دولة عربية تفضل كويسة. دي في الاول وفي الاخر كورة، في الاول وفي الاخر كورة، يعني مش عايزين نكبر المواضيع زيادة عن اللزوم. يا ريت، انا كده وصلت لنهاية الحلقة، هنفضل اخوة هنتكلم عن الايجابيات، انا هنا بتكلم عن الايجابيات مش هتكلم عن السلبيات. لازم نبقى اخوة، لازم نحترم بعض، لازم نقدر بعض. هيجي يوم هنطلع نلعب في الجزائر، والجزائريين هيجوا يلعبوا في مصر تاني، اصل ده مش بطولة وخلصت، لا دي علاقات ما بيننا هتستمر على طول الدهر وهتستمر طول العمر، فلازم نحسن من العلاقات دي بيننا وبين بعض. يا ريت كل يتفرج على الحلقة دي يدعمنا بسبسكرايب للناس الجديدة، ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل حلقاتنا، وشير للحلقة، والله للتوعية أهم حاجة عندي، إن التوعية ما بين الجانبين. وسلام.